بالله على السلامة. عمر الشقي بقي. الله يسلمك. عرفت مين اللي كان وراها؟ لا بس عارف. ما تتعبش نفسك، أنا عرفت. أبو وردة. أبو وردة، أنت عرفت إزاي؟ رجالتي اللي كانوا بيراقبوك مشوا وراهم وعرفوا. بيراقبوني؟ تاني؟ ما هو أنا كان لازم أفهم اللي في الصورة. انتي بتراقبيني من امتى؟ لما حلمي اداني الصورة دي خليت رجالتي يراقبوك. انا شفت كتير في حياتي يا رحيم، وفاهمة يعني ايه الصاحب لما يقلب على صاحبه، وفهمت كمان مين اللي بلغ على صفقة السلاح وهدفه ايه. بس كان لازم افهم ايه الصورة دي. بس ده حوار ما يخصكيش. ده ضابط امن وطني، وده فيه الإجابة اللي أنا سألتك عليها وإنت مرضتش تجاوبني عليها وقتها. يعني إيه ضابط أمن وطني يقبض عليك ويسيبك كده بكل سهولة؟ الإجابة في الصورة دي. أنت تعرفي عني إني بخاف يا حاجة؟ بصراحة لا. علشان كده مش محتاج أكذب عليكي. أنت عارفة معزتك عندي يا حاجة. أنا عمري ما أذيكي، بس في الظروف اللي إحنا فيها دي لو انتي قربتي مني هتتأذي. خليكي بعيد عني اليومين دول. بس انا اتأذيت فعلا يا رحيم، وصفقة السلاح راحت. صفقة السلاح بتاعتك دي كانت ضايعة وانا اللي رجعتها لك. على العموم دي غلطة مش هتتكرر تاني. ماشي، انا هبعد عنك زي ما انت عايز. بس هتعمل ايه في ابو وردة؟ الأول أعرف إيه اللي خلاه يقلب عليا تاني. اللي خلاني أقلب عليك؟ حاجة، ممكن أطلب منك طلب؟ طبعا ممكن. كنت بدور على الشاحن. هتلاقيه بره عندك على السفرة. طيب. ايه يا بنت اللي انت مخبيها ورا ظهرك ده؟ انا مش فاهمة انت بتراقبيني ولا ايه؟ هات يا بنت اللي ورا ظهرك. مفيش حاجة. هات يا بنت. هات حاجة. ايه ده؟ اللي انت لفاه ده؟ مش هشرح لك. والله اشرح لك. يا نهارك اسود. اشرح لك والله افهمك. اشرحي لي ايه؟ افهمك. وين ايه ده؟ حامل؟ لا ماما صدقيني. منين؟ منين؟ رحيم. لا رحيم اللي عمل فيكي كده. لا رحيم اللي عمل فيكي كده. ما قلتيش. لا اشرحي. انت ما قلتيش مين ساعتك. امال مين؟ هشام. هشام؟ هشام. هشام. هشام عمل فيكي كده. هشام عمل فيكي كده امتى؟ امتى فين؟ والله ماما ما خدتش بالي. والله انا صحيت تاني يوم خدت بالي. ما كنتش واخده بالك. ما كنتش واخده بالك من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. انا اسفه. اسفه على ايه؟ وديتينا في داهيه. هو راح فين يا بنت؟ راح فين يا بنت؟ راح فين؟ يا ريم يا ريم افتح يا ريم افتح 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 بقى كده تعملي فمك كده يا بنت. افتحي افتحي بقى. عريتينا فضحتينا فضحتينا منك لله يا ريم. ليه عملت فينا كده؟ ليه عملت فينا كده؟ عملنا فيكي ايه؟ عملنا فيكي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كنت فاكر ابو ورده هو اللي وراها. اكيد
هو بس كان محتاج زقه وانا اديتها له. انت فاكره هينتقم من داليا؟ اهو اللي حصل بقى. ابو ارض اصلي مجنون، ما حدش يعرف ايه اللي في دماغه. ايه مالك؟ زعلان على رحيم ولا ايه؟ اللي حصل حصل. فاضلش بقى غير هشام اللي مديله عليك. انا عايزك تاخد حقك بدراعك. عايز نعمل ايه يعني؟ يعني ايه تعمل ايه؟ هنطلع دلوقتي على المركب احنا الاتنين سوا. وريني بقى هتعمل فيه ايه؟ حنان ايه مالك؟ قاعده ليه كده؟ بتعاطي ليه؟ ريم حصل لها حاجه؟ حصل لها يا حلم يا حصل لها. ما تنطعي في ايه؟ بدك حامل. حامل. ريم؟ ريم رحيم؟ هشام والله بس حيوان دلعني الكلام ده حصل ازاي؟ انت عارف الكلام ده حصل ازاي؟ قولي ان هو كان غصب عنك. ما تزوديش كسرتي، ما تزوديش كسرتي. قولي ان هو خطف وكتفك هو شربك حاجه. ايوه الكلام ده حصل فين؟ انطقي حصل فين؟ عندي واحد صاحبه. انا مش فاكره حاجه والله، مش فاكره حاجه. تغيرت يا ريم، شكلك اتغير، شكلك اتغير. انت ما بقيتيش ريم، انت ريم، انت ريم اللي انا ضيعت عمري عشانها، انت ريم اللي انا حاربت الدنيا كلها عشان بسمه من نور عينيها. دلوقتي خلاص النور بقى ضلمه، خلاص ما بقيتيش ريم. ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي، ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي، ما بقيتش ريم حلم لحاجاتي. حلمي رايح فين؟ ما تضيعش نفسك يا حلمي. حلمي ايه؟ طب تمام تمام، مع السلامه دلوقتي. قبضوا على بورده ورجالته. حلو قوي، عظمته، اللهم صل على النبي. يلا في داهية، مع اني يعني بيتهيألي ابو وردة ده اكيد هيخرج منها. المهم انه هينزل من العرضين الكام يوم اللي جايين دول. بس انا عايزك في حاجة تانية. المهم انك تبقى عينك في وسط راسك ومحدش يحس بيك. زيع انت بس عظمته وما تشغلش بالك بأي حاجة. طب ركز معايا بقى وطرطق لي ودانك على الاخر. عايز ايه يا زياد؟ انتوا عايزين ايه؟ انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسة. ايه يا زياد في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. زياد زياد،
استنى اكتر من كده، معاد سفر يقرب وكل حاجه لازم تخلص في اسرع وقت. طيب حاول تنفذ اللي اتفقنا عليه. سلام. الو، يلا بسرعه.